وعلى هامش الحراك السياسي تحل علينا الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري أن المجلس الانتقالي يجدد تمسكه بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق ومشاورات الرياض. وقال الكثيري: تظل الحاجة بالغة للحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده، وأبرزها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد الكثير على أن الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لا يمكن للشعب الجنوبي أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعه أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ للشعب الجنوبي حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.